دكتور عبد الرحمن البزري، اهلا وسهلا فيك دكتور. تحياتنا لك ولكل اللي عم بيشاهدونا. شكرا لك. معك رح نبحث طبعا بالملف الرئاسي والتحرك اللي عم بيصير، وايضا بالتطورات الجنوبيه، وصولا لل الاجتماع التنسيقي او التكتل اللي عم تبادروا لتاسيسه، واذا فضل وقت كمان الانفلونزا، لانه كمان بنحب نستفيد من وجود حضرتك. بالبدايه يعني شدنا بالايام الماضيه تحرك للخماسيه على مستوى السفراء ببيروت، ان كان باداره السفير السعودي وايضا باستكمال لقاءاتهم، يفترض ان يكون بكره عندهم موعد عند الرئيس بري، وايضا لقاءات مع باقي القوى السياسيه اللبنانيه. ولكن يعني الخماسيه يمكن صار لها سنه عم تتحرك بموضوع الرئاسي، هل برايك تحركهم اليوم بهيدا التوقيت بيعني انه الملف الرئاسي اللبناني اصبح على نار حاميه دوليا؟ خليني بداية أقول لك أنه نحن عندنا أزمة رئاسية، وهذه الأزمة الرئاسية أساسا كانت متوقعة قبل أن تحدث، لأنه لما كنا عم نحكي بموضوع من يكلف برئاسة الحكومة وغيره، قسم كبير من النواب اللي دعموا الرئيس مئاتي دعموه من باب أنه المكلف حتى ما يكون في ازدواجية رئيس مكلف ورئيس عم يصرف أعمال، من باب أنه كان عندهم قناعة أنه لن يكون هناك انتخاب رئيس جمهوري وحتى تأليف بالفعل حكومة جديدة وغيرها. فإذن الأزمة السياسية متجذرة وعميقة، وهي انعكاس لسياسات إدارات البلد عن مدة 30 سنة، إدارات للأسف أقل ما يقال فيها أنه غير كفوءة، فسدت، أهدرت، كل شيء بدك إياه، وصولا لنحن المحل اللي قاعدين فيه. ميزانيتكم قديش كانت، قديش صارت بتلفزيون لبنان، ماذا حصل حل بالإعلام الرسمي؟ صحيح، رغم أنه أجاك ممكن كان وزراء إعلام جيدين يعني بغض النظر، لكن بدنا نقوله انه هنالك ازمه سياسيه متجذره. هالازمه السياسيه المتجذره بتعكست حالها بالمفاصل الرئيسيه، يعني استمرار حكومه تصريف اعمال دون ان يكون هناك حكومه. يعني نحن مجلس الان نتعامل مع حكومه لا اخترناها ولا اعطيناها ثقه ولا فينا نحاسبها. طبعا لذلك يعني انا بحس حالي كنائب انه جزء كبير من عمل التشريع المفقود، لانه في جزء منه ورقابه ومحاسبه ومواكبه، هو معطل بفعل حكومه تصريف اعمال. ايوه بالفعل. اثنين، عكس حاله ايضا برئاسه الجمهوريه اللي هو الملف الاساسي، لانه بعد ملف رئاسه الجمهوريه بصير في الانتظام الدستوري، يعني اللي بتاخذي منه رئاسه الوزاره حكومه جديده، بتشغلي المؤسسات، بتفعليها. اليوم نحن صرنا بالشغل الرئاسي سنة وثلاث أشهر. هالسنة وثلاث أشهر بهالمرحلة، بدل ما الأمور تتجه نحو الحلحلة، يبدو أنها تتجه نحو التعقيد. نحو التعقيد. ليش؟ لأنه أول شيء داخليا لم نستطع أن نتفهم. بالفعل. ثاني شيء، بدل ما يكون خطابنا الداخلي عم ببلش يفتش على القواسم المشتركة، بعدنا لهلا عم نفتش على التناقضات وعلى التميزات، وصولا لحد التمترس والتموضع ضد بعضنا. النقطة الثالثة اللي كمان بدنا ناخذها بعين الاعتبار، انه نحن دائما الملف اللبناني الرئاسي حتى بعز لبنان وبزهوة قوته السياسية كان دائما يتحسس المزاج الإقليمي والدولي والعربي وغيره. لذلك اليوم بما أنه هذا المزاج الإقليمي والدولي والعربي اليوم متخبط، يعني في حرب كبيرة عم تصير بالمنطقة نتيجة العدوان الكبير اللي عم تشنه العدو الإسرائيلي على فلسطين وعلى غزة وعلى الضفة وعلى غيرها، وما يحدث في جنوب لبنان وما يحدث في مناطق تانية، فإذا هذه كلها الأمور من هون منيجي إلى ما يحدث مع الخماسية. هناك مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة اعتبرت أنه هي يجب أن تكون مساعدة وداعمة للبنان، وخاصة في الخروج من أزمته الرئاسية. لذلك تشكل بالأول بيان الثلاثي، إذا بتتذكري من شي سنتين تقريبا أو سنة ونص، بين فرنسا وأمريكا والمملكة العربية السعودية، ثم جاءت الخماسية التي ضمت السعودية ومصر وقطر وأمريكا وفرنسا، يعني لحتى تكفي الدول، وعقدوا لقاءات وأجوا مندوبين منفردين وأجوا من يعني كيف في مبادرات معينة وطرحت أسماء. هلأ الواضح جدا انه استمرار الاهتمام حتى لو من باب السفراء او من باب المندوبين اللي عم بيجوا هو مؤشر على الاقل ضروري، بديش اقول لا ايجابي ولا سلبي، ضروري، لانه اذا ما اهتموا فينا بصير مؤشر سلبي، يعني بيوحي وكانه الملف اللبناني ما زال في الذهن وما زال يعني محطوط على خلينا بالذاكره وبالادراك. هلا قديش ناره حاميه قديش ناره برده،
قناعتي وتصوري ان شاء الله اكون خاطئ انه ما في نار حامي، يعني قناعتي وتصوري انه ما في نار حامي، لكن هذا يعني لا ينفي، ما في خلق رئيسي هذا يعني. لا ينفي انه ان نواكب ونهتم. بس بدي ارجع اركز على نقطه واحده يمكن حكيت انا وياك فيها قبل استوديو منفوت. انا من الناس اللي دائما بقول العرب مهمين كثير وهن اشقائنا ومؤثرين، الاقليم مهم كثير، الدوليين اصدقائنا مهمين كثير، لكن في قرار داخلي، في جو داخلي، في خطوه داخليه نحن ما عم ناخذها، يعني في خطوه داخليه محليه نحن ما عم ناخذها. يعني تصوري انه بلد الان يعيش حاله حرب، وانت بتعرف المنطقه كلها بتعيش حاله حرب، مش بس اللي عم يصير طبعاً اشتباكات مع العدو الاسرائيلي، حتى اللي ما عنده اشتباك مع العدو الاسرائيلي طبعا هو من يعيش البحر بحاله الأحمر حرب، الى العراق ووصولا الى سوريا الى تاثيراتها على المنطقه واحتمال ان تتحول الى حرب عالميه او حرب دوليه. اللي هو ونحن بعدنا بلبنان عم نفتش على نقاط الخلاف، مش عم نفتش على نقاط التقاطع، يعني بعدنا بننطر بعدنا على تصريح وعلى دائرة وعلى موقف، والكل بيتصرف انه زي كانه بكره الانتخابات هو عم يخاطب جمهوره اللي انتخبه. بس معلش اسمح لي، وكانه في غياب للوعي الوطني، اذا كل هالمنطقه الحرب المشتعله اللي عم تعيشها، نحن حرب اقتصاديه قبل ما تكون حرب غزه، اذا كل هالعناوين الكبرى ما خلتنا يعني نحن كلبنانيين، وهذا مؤسف للاسف يعني. وبالتالي فاذا ليش ما تفهمنا؟ هل يا ترى التناقض بيناتنا كثير كبير ما عم نقدر ليه بمحلات معينه يعني عم نشتغل مع بعضنا، مثل بالمجلس عم نشتغل مع بعضنا، بالموازنه قائد الجيش، ببعض اللجان، ببعض القرارات عم نشتغل مع بعضنا، هي واحد. النقطه الثانيه، فاذا ليش ما بنفتش الحيزي؟ هلا اذا بنطلع على جلسات مناقشه الموازنه ثلاث ارباع النواب اللي حكوا ما حكوا بالموازنه، حكوا بالسياسه. كانت كانها بين وزاره، مناقش بين الوزاره الحكوميه اكثر من ما انه معناتها. وانا لاحظتها لانه كنت من اخر المتحدثين انه هل قد في رغبه بالحوار السياسي؟ قلت له لدوله الرئيس مره ثانيه، بتمنى عليك يا رئيس بري انه تفضل دولتك رجع اعمل حرك يعني حتى لو كل واحد فينا طلع حكى وجهه نظره ما بده يطلع بالوجهه الثانيه، هي بدايه حوار، بدايه ديناميكيه نحن بحاجه اليها، لانه اذا بكره يعني الغرب والعرب والاقليم تفاهموا على مع بعضهم على شو بده يصير بلبنان، ما ضروري يكونوا عم يتفاهموا على بده يصير بلبنان على مصلحتنا. فاذا اول شيء نحن دائما بنقول اهل مكه ادرى بشعابها، صحيح. فاذا نحن اهل مكه نحن بنعرف شو لازم، ماذا نحتاج. لذلك لحتى نزاوج بين التاثير الاقليمي والتاثير العربي والتاثير الدولي، يجب ان يكون هنالك ما يسمى ارضيه محليه. هالارضيه المحليه ما عم نلاقيها من هون. هلا اذا بدك بعدين بس نرجع عن تحركنا نحن كنواب، صحيح. عم نجرب نعمل فيها. لذلك بنرحب باجتماع الخماسيه، بنرحب باجتماع السفراء، بنرحب بروحتهم عند الرئيس بري، لانه قبل مره صار في موعد والظاهر يعني لم يكتمل فصولا بسبب اجراءات بسموها بروتوكوليه واداريه اكثر ما هو موقف معين. وبالتالي ولقائهم عند السفير السعودي، ثم لقائهم بكره عند الرئيس بري، وحواراتهم مع بعضهم ومندوبينهم بالهدول. لاحظنا انه عم يتسرب بالاعلام معلومات بتقول انه بعض الدول عم تقول للدول الاخرى بس تبعتي مندوبين ما تحكي باسم الخماسيه، خلينا نكون كانه ايه في تباين، خلينا نكون في تفاهم. هو منطقي يكون في تباين، يعني هن تفاهمهم على مصلحه لبنان، تفاهم على استقرار لبنان، تفاهم على كيفية قراءة الخروج من الأزمة. لكن لما بدنا ناخذ من الأزمة هناك بتختلف القراءات، لأنه في طريقة للخروج وفي طريقة للوصول إلى الرئاسة. في تباين في وكأنه حول الدور حتى من حتى مزاجهم مواصفاتهم للرئيس وخياراتهم. كمان في تباين حول مواصفات الرئيس. هلا كنا عندنا نحن إذا بتكتبي منا مواصفات بنكتب 10 على 10، بيطلع غربيتنا حاطين 7 أو 8 من 10 بدل في نقاط الفروقات. فلكن بالاخر مش بس المواصفات، ما المواصفات هي بنسميها نحن كيف بالمدرسه بيعملوا اكسرسايز قبل الامتحان، قبل ما نروح على الامتحان النهائي بيعملوا لك بكالوريا تجربه وما بعرف شو كذا، اي هيدي كلها استعداد لمن يمثل هذه المواصفه. وانه نحن بنعرف طب الطائفه المارونيه الكريمه اللي رئيسه الجمهوريه متفاهم انه هي شخصيات كثير لذلك. فاذا العجز مش بالشخصيات ولا العجز بالمواصفات، العجز بالتوجه وبالقرار وبالرغبه وبقبول انه نحن
يعني في مثل بيقولوا بالعام بيطلع على الشجره ما عاد ما عرف ينزل، ايه يعني بعضنا طلع حاله على الشجره لمحل يمكن ما عاد عم يعرف حاله كيف بده ينزل منه. وكانك هون وهيدي لكلا المعسكرين مش ما تفهميني غلط لانه عرفت سؤالك قبل ما تساليني. وكانك عم تركز على موضوع تبني يعني ترشيح النائب الفرنسيه او الثنائي يتمنى مرشح وبعده عم يحاور من خلاله ما بده يحاور، يمكن اذا بالحوار بجوز يعني هذا كمان الاخرين تبنوا مواقف وما قادرين ينزلوا عنا يعني طبعا طبعا اكيد. هلا البعض بيقول انه اليوم في كمان دور لايران بموضوع الانتخابات الرئاسيه، عن شئنا ام ابينا بالنتيجه حزب الله لا ينفي هذا الارتباط بايران، وبالتالي البعض بيقول انه لازم تكون سداسيه هذه اللجنه لتنجح ومش تقتصر على الخماسيه، خصوصا انه صار في يعني اتفاق سعودي ايراني. يعني ليك خليني اقول لك، ايران دوله اقليميه كبرى لها علاقات جيده مع لبنان وعندها علاقات متميزه ومميزه مع مجموعات معينه لبنانيه، لها تاثير في الاقليم ما حدا فيه ينفي، لها تاثير في لبنان في سوريا في العراق في افغانستان حتى وصولا لليمن يعني مرورا للبحرين كل دول. لذلك هي كمان لها علاقة خاصة مع الخليج، يعني أحيانا تتوتر أحيانا ترتاح العلاقة بحكم الجوار وبحكم التفاصيل الجغرافية وغيرها. هلأ نحن كل ما بيصير في تقارب خليجي تحديدا بين المملكة العربية السعودية وبين إيران يجب أن ينعكس هذا، هون أفضل فرصة يجب أفضل أن ينعكس هذا ارتياحا على المنطقة بشكل عام وعلى لبنان أيضا بشكل خاص. فإذا نحن عم نفتش على حل إقليمي بس ودولي، اكيد الخماسيه في مكان ما، وخاصه انه دول بعض دول علاقاتها هلا جيده، يعني في علاقه جيده سعوديه ايرانيه في صحيح. في علاقه جديده يعني في علاقه جديده ومستحدثه مع مصر، في علاقه جيده مع فرنسا، في علاقه متوتره مع الولايات المتحده، بس في تفاوض بيناتهم وفي وفي, وفي علاقه خصوصيه مع قطر اذا بدك يعني ايه. فلذلك فاذا يعني اذا نحن عم نفتش على دور اقليمي أكيد في يعني لها تأثير، لكن برجع بنقول خمسة أو خمسة زائد واحد أو دور إقليمي أو دور دولي، بدنا أرضية محلية، نحن مسؤولين عن الأرضية، نحن مش مسؤولين عن الدور الدولي، نحن علينا أن نتلهف نتلهف الدور الدولي خارجي. نستقبل ونتعامل معه بإيجابية، إذا في وجهة نظر مش عجبتنا بنصححها بطريقتنا، بنشرح بعض النقاط يمكن اللي منا واضحة لإلهم، لكن علينا أن نكون ومنرحب فيهم دائما ونريدهم بالحل ونريدهم ما بعد الحل، لأنه بداية الحل هي الرئاسة بس هي مش كل طبعا. الحل في حكومة وفي بعدين إنماء اقتصادي في إصلاح دولي في أزمة عجية، لذلك طبعا. نحن بحل وببداية حل نريدهم بالحل، لكن أيضا نريد أن يكون نحن لدينا القناعة الداخلية إذا مش 100% عند اللبنانيين 70% عند اللبنانيين، لأنه نحن كمان دولة ديمقراطية ما بدنا رئيس يجيب 128 طبعا نائب أكيد. بدنا رئيس يجيب 70 أو 80 نائب ما عندنا مشكلة، بس بالآخر هو رئيس 128، يعني أنا ما عندي مشكلة إذا رئيس ما انتخبته باللحظة اللي بيطلع بتعامل معه رئيس وبدي تكون إيجابيتي معه كرئيس للبلاد، وهو بده يطلع فيه كممثل للشعب اللبناني بغض النظر عن كيف انتخبته ولا ما انتخبته، هيك يعني هذا أسلوب العمل. ما ننسى نحن بعد الطائف الرئيس أضحى هو رمز البلد وحكمه وليس حاكمه، لأنه الحاكم في ناس طبعاً. معه وفي ناس ضده، هو الحكم الذي يدير المؤسسات التي تدير البلد وعلى رأسها تفهم بينه وبين رئيس الوزراء بموضوع السلطة الحكومية. التنفيذية وبموضوع طبعاً والدستور عطي صلاحية، وأكبر دليل أنه صحيح البعض عم يمشي البلد بلا رئيس من باب أنه ولكن هاي ضمنه يعني لكن التعافي، لكن الأزمات اللي عم نفوت فيها بتفرجي أهمية دور أكيد دور الرئيس أكيد المفروض يكون طبعا موجود. اليوم حضرتك عم بتقول يعني كل هالدول مهتمة بلبنان وعم بتحاول أنه توصل لانتخاب رئيس، مثل كأنه الأزمة فقط محلية يعني موضوع الرئاسي، علما انك حكيت ببدايه الحلقه انه يتاثر دائما الموضوع الرئاسي بمزاج اقليمي او دولي معين، ولكن اذا شايفين كل هالاهتمام الدولي وكانه المساله عندنا اكثر. ليك لبنان ذهب الى شيء غير معهود، هو انتفاضه ثوريه وصلت تقريبا الى حدود الثوره هي ب 17 تشرين، وشارك فيها
جماهير كبيرة من مختلف الأمزجة اللبنانية، من مختلف المناطق، مختلف المسارب والطوائف والمذاهب والمستويات المعيشية والاقتصادية والعلمية والمهنية وكل شيء بدك. نعم. هيدي كانت ضد ما يسمى الطبقة السياسية أو ضد طريقة إدارة السياسة للبلد لمدة طويلة جدا. والإدارة مش بس إدارة سياسية، إدارة اقتصادية، إدارة مالية، إدارة نقدية، فساد، هدر، محسوبيات، غياب تكافؤ الفرص، عدم بناء الدولة القادرة، يعني شعور المواطن أنه هو رعية وليس مواطن، هذه كلها هذا الأمور وصلت لهم. لكن مع الوقت يعني القوى الحاكمة اللي تصدت لها تمكنت من استيعابها و يعني تخفيف من هذا. لذلك بدل ما يكون الصراع الإصلاح السياسي بين من أدار البلد بنسب متفاوتة، لأنه أنا برأيي معظمهم شركاء، ولكن حسب كل واحد حجم بنسب شانك، قلنا بنسب متفاوتة بين من أدار البلد بنسب متفاوتة على مدى 30 سنة وبين المواطن اللي عم يطالب بحقه المنطقي. يعني الفرنساوية من أيام الثورة الفرنسية عملوا عقد اجتماعي، نحن بالبلد في عقد مع الزعيم، ما في عقد اجتماعي للأسف مع الدولة، لأنه هون الدولة كمان عم تتخلى عن كتير مسؤوليات. فإذا قعد بناء الدولة فجأة لقينا حنا عم نفوت بصراعات أخرى، صار في خلاف على موضوع السلاح، وما صار في خلاف على موضوع ما الرئاسي، صار في خلاف على موضوع الحكومي، صار في خلاف على موضوع الصلاحيات، صار في خلاف على موضوع الست ست مكرر، ينعكس صار في خلاف ينعكس على تعيين موظف، على تعيين موظف، ما هذا بدل موظف يعني ينعكس على حرش على حراس الاحراش ولا ينعكس على الدرجه الاولى، صار في خلاف يعني وفتنا هالخلاف هذا تموضعه خلفه فاتوا بمزياداته وصرنا كلنا نزيد على بعضنا لذلك فإذا أزمتنا الداخلية هي أزمة حقيقية عميقة. الحضانة الدولية، الحضانة الأخوية، الحضانة العربية، الحضانة الإقليمية، الحضانة الدولية منيحة، لكن نحن بحاجة إلى بالآخر يعني أنت اليوم مناعة داخلية. إذا عندك ابن بالمدرسة علاماته على قده بدك تحسنيه بتجيبي له أستاذ، بس هو إذا ما راح بعد ما ظهر الأستاذ وما بده يدرس ما في، إذا ما اشتغل على حاله ما رح يوصل لنتيجة. حضرتك قلت هلا وقلتها بالجلسة إنه يبدو إنه المسؤول راجح. وقلت إنه كمان لازم نرجع نفعل موضوع الحوار، ولكن قبل كان دعوة الرئيس بري لحوار، البعض اعتبر إنه هذا الحوار لفرض مرشحون وبالتالي انه تم رفضه. اليوم برايك يعني حتى لو صار في دعوه للحوار ممكن انه يصير في تلقف لهذه الدعوه؟ خليني اقول لك بدايه الراجح، لانه انا فوجئت بانه كل القوى السياسيه طلعت نشرت عرض مظبوط حيتان المال وحيتان كذا وحيتان التجاره وحيتان المصارف وحيتان طب انه طلعنا هيك نحن ب 30 سنه مين يعني شو اللي عم بيصير يعني انه هالقد هن هولي طلعوا مظبوط ولا مش طالع بايدهم؟ وعلى انتبهي يعني مش بس من مها ميله وحده، كل الميلات صحيح. يعني صحيح هي النقطه. النقطه الثانيه يعني لما اليوم شفنا النواب كانوا عندهم رغبة حقيقية بالتعبير عن وجهة نظرهم السياسية بصوت واضح وقدام الآخرين، فالحوار مش معناتها أنه أنا تنازلت عن رأيي، ورأيي هو جزء منه مرشحي. الحوار هو أنه أنا جاي أقنعك وسمعك شو حسنات مرشحي وشو حسنات رأيي يلي بيجيبها المرشح، وأنت بتقولي شو حسنات رأيك اللي بيجيبها المرشح. ممكن نقنع بعضنا، ممكن نتفهم على حدا ساعتها على خيارات بديلة، بس إذا بدي روح حاور أنا هلأ ولاغي مرشحي بغض النظر إذا كان الوزير فرنجية ولا الوزير أزعور ولا أي واحد آخر بكرة بيناتهم أو حدا تاني، بكون اللي فات على الحوار عم يخسر وراء. فإذا لكن نحن ليش ما تلبى دعوة الحوار؟ لأنه خلينا نقول مفردات الحوار ما كانت واضحة. نعم. يعني أنا من اللي تحمست للحوار واللي تواصلنا مع الرئيس بري وبدينا له رغبتنا بالحوار، ولما نجوا الفريسوية حتى عطينيهم بعض المواصفات الأسئلة والأجوبة برغم عدم قناعتنا، بس قلنا خلينا نتعامل بإيجابية مع الملف. لكن بالآخر في مفردات للحوار، يعني نحن قاعدين مفردات، يمكن أول يومين قلنا كل واحد يعطي وجهة نظره بدون ما يسمع الآخر، يعني بدون ما يسمع وجهة نظر الآخر، بنخلص بيسمعوا كل وجهات النظر، ثم عند إذن وجهات النظر بيرجع بينحكى يعني بده مفردات بده آلية، هيدي ما كانت واضحة. ثاني شيء النقطة الأساسية اللي عم يصير حول نقاش شرعي ودستوري وبرلماني وما حدا وكله معه حق وكله ما معه حق،
هو ماذا نفعل بالجلسات؟ طب هلا نحن بجلسات الموازنه كانت الجلسات مفتوحه، صحيح. لذلك اذا كان في 20 نائب ولا 120 نائب الجلسه ماشيه، بينما مزبوط. بجلسات الرئاسه كانت عندما تختم الجلسه ندعى لجلسه جديده. السؤال هذا الجدل الدستوري، هذا الجدل الدستوري أو لم ان اقفلت ولا لم تقفل، صحيح. وهل الدوره الثانيه وقد ايه بدها، يعني بتعرفي بالعدل. لذلك هول النقط يلي يجب ان يكونوا اكثر وضوحا قبل، اذا بدك هول صاروا تفاصيل الحوار، لازم يكونوا حاسمين هول، يعني لانه ما يحمل ما كانوا محسومين النظر، يعني ما كانوا محسومين، لانه لذلك نحن اعتبرنا شفنا مزاج النيابي عن جد ملفت للنظر، انه الكل بده يحكي سياسي والكل بده يعبر عن وجهه، لدرجه انه ما فهمنا بالموازنه شو في. هو مشكلتك بالموازنه مثل ما قلت انا مثل ما صار مع ابو فراس الحمداني، انه هما امران احلاهما مروا، يعني اذا رفضتيها اذا ما منعشتيها حتمرقها الحكومه مثل ما هي بمرسوم، واذا رديتيها الحكومه تروح على 22 بالاثنا عشريه، واذا وافقتيها بتبنح. انا مثلا ما ايدتها، لكن يعني بالاخر كان في نواب تجاوزوها، مش لانهم غلطانين وانا معي حق، لانه اعتبروا انه هي احسن من اللي بعتتها الحكومه، افضل الممكن، افضل من اللي بعتتها لان صار في عليها تعديلات، ولانه ربما المره الاولى كمان بيصير في اقرار موازن من بدايه السنه الماليه، يعني كمان هيدي خطوه، وانا سمنتها للحكومه، يعني كنا هلا كلهم اتهموها انه عجلت فيها ولا وكذا، ماشي، بس انه على ايه بعثت لك شيء، ارسلتها بالمهله الدستوريه، يعني وهي من المرات النادره، ما بعرف اذا المرات النادره او سابقه كانت، ايه يعني امبارح كان حدا عم يحرجني كيف تعملوها بلا قطع حساب كذا، قلت له كم صار لنا 20 30 سنه بلا قطع حساب، صحيح. يعني كمان بمواكبة تحرك الدولي كمان عم تعملوا كنواب مستقلين تحرك على صعيد محلي، هيك بيجمع عدد النواب المستقلين، حضرتك يعني رأس حربي بهذا الموضوع، كنتوا عملتوا لقاءات ورح تستكملوها، يعني هو ولادة تكتل جديد رح نشوف أو أنه اجتماع تنسيقي؟ لك هي نتجت عن ثلاث قناعات، القناعة الأولى هي مسؤولية وطنية، لانه نحن لما طرحنا حالنا على الناس بالانتخابات طرحنا حالنا بطرح مختلف عن الطروحات اللي كانت عم تنحمل، سواء كان نواب تغييريين او مستقلين او يعني غير، فاذا بعد يعني بعد انت بتعرف المجلس النيابي بعكس مثلا بامريكا بيقولوا اول رئيس اول 4 سنين هو رئيس يعمل لاجل اعاده انتخابه، ثاني 4 سنين هو رئيس بيقدم شيء مشروع بياثر على العالم كله بيصير بلا. نحن مجلس النيابي اول سنتين هي السنتين التشريعيات الحقيقيات اللي بتشتغلي فيهم وبتعملي فيهم وبتفكري بالبلد كله، بالسنه الثالثه بتفكري بالبلد، بالرابعه بدلك بتفكري بالبلد، بس بتفكري بدك ترجعي تطلعي بالانتخابات ولا لا؟ عم بحكي حقيقه، ما طبعا عم طبعا اكيد. طب تقريبا حيمرقوا سنتين وما عملنا شيء بسبب العقل اللي موجود بالسياسه، تعطيل دستوري، انسداد رئاسي، ما في رئيس، الحكومة بتجتمع ما بتجتمع، بنفوت على الجلسة بناقشوا كيف وصل المرسوم، بيعلقوا مع بعضهم ساعتين وكله مزبوط. عم يحكي صح. طب فإذا هي واحد النقطة الثانية، كمان في نحن مسؤوليتنا أمام ناخبينا، نحن وعدناهم إنه في شغلات بدنا نعملها بهالمجلس، طب ما فينا نعملها إذا ما إذا المجلس هلا البعض بيعتبروا هي أنا الثلاثة رؤية، إنه إذا البلد هو ماشي، يعني اللي بعد ما حدا حاسس منهار وعم ينهار زيادة بالفعل، ايه يعني يعني كان نحن عندنا في مصطلح بالطب بنسميه نادير، يعني اسفل السافلين اذا بدك، يعني مثلا واحد بيكون مناعته رايحه وكذا، ما عم نقدر نعرف حالنا وين، يعني ما هو القعر اللي ممكن نوصل له بعد. وطب هذا القعر عم ينعكس على مين؟ مش عم ينعكس على اللي دبروا حالهم واللي ضبطوا امورهم واللي سرقوا البلد واللي راحوا، عم ينعكس على المواطن اكيد، وكل يوم يعني اذا كان منعكس على 60 هلا على 70 بعد شوي على 90 عم تتوسع الدائره، لذلك نحن بحاجه هون لقينا ارتقينا ان لا نقع بالاخطاء السابقه اللي وقعنا فيها، لانه الاخطاء السابقه اللي وقعنا فيها هذه مش اول محاوله لتضافر الجهود، هيدي صار في محاولات سابقه، لكن المحاولات السابقه ما كل لها النجاح، واكبر صحيح. مثل زملائنا التغييريين فاتوا 13 صاروا 12 صاروا ثلاث اربع مجموعات صاروا بمفرقين، مش صح مش غلط، ما عم نلوم حدا، نفس الشيء نحن حاولنا بالسابق شغلات معينه كمان ما توفقنا فيها، لذلك نحن قلنا هون خلينا نتعلم او نستفيد من التجربه الماضيه، خلينا نسميه لقاءات تنسيقيه، النسق اول شيء بهمنا هو رئاسه
الجمهورية اول ملف، وكل اجتماع بالحد الادنى بيكون في بند او بندين يبحثوا، يعني قبل بمرة الشغور الرئيسي، الشغور عفوا غير الشغور الرئيسي، الشغور بقيادة الجيش. ثاني مرة الشغور الرئيسي مع حقوق المودعين، ثالث لقاء الشغور الرئيسي مع الموازنة. إذا بتلاحظي كنا بالموازنة كنا متناغمين تقريبا مع بعضنا بحد كبير، بعدين لاحظنا إنه إذا بتطلعي فينا بين مستقل وبين تغييري وبين وسطي وبين كذا، ممكن نروح بين 15 وال 20 نايب، ممكن تشكلوا كتلة وازنة تخلي الباقي، ساعتها يصبح تأثيرنا وازن يعني، ونصير أكبر من أي كتلة حتى لو ما عملنا كتلة بالفعل يعني. وأكبر دليل حأعطيكي مثل صغير فيه بعض الناس حيقوصوا علينا فيه، بالانتخابات الأخيرة اللي صارت مرشحين اثنين، لو نحن اتفقنا نروح كلنا مع مرشح واحد كان صحيح. بأي واحد هيدا ولا هيدا كنا قطعنا ال 65 100%، بس صحيح 65 ما بتطلعنا، بس كان شكل الضغط، بس كانت عملت، لذلك نحن فإذا فرجينا أنه لنا تأثير أكيد هو، وبالتالي هذا التأثير ليس هلا يمكن روح أنا عند بكرة حاول رئيس كتلة كبيرة يمكن يقول عني هذا الدكتور بزري نايب ومدينته مهمة وصديقنا وبيفهم وكذا، لكن نايب بنقص صوت بالزيت صوت، لما بنروح بنحاوره عن 12 13 10 15 18 20، عدد مؤثر، ساعتها عدد مؤثر، ساعتها بيطلع فيك وبيطلع بالناس اللي ممكن تأثر انت وياهم، لذلك هون هيدي ضروري هالتجربة رغم بعض العثرات فيها أو بعض الأطشات فيها أن تستمر وأن تنمو وأن تضطرد لكي تصبح مؤثرة وبسرعة بس بدون تسرع. نعم، ولكن في تباينات إلى أي مدى رح تقدروا تكونوا محصنين؟ أول شيء في مرشح من مرشح رئاسي من ضمن الاجتماعات اللي عم بتصير والنواب اللي عم بيصيروا يلي هو النائب نعمت فريم، يعني في بينكم مرشح رئاسي وبالتالي يمكن تاخذوا خيار يعني تاني، هو يعني يعتبر حاله انه لا لازم تتبنوه، كيف عم تتعاطوا مع هاي المسألة تحديدا؟ اول شيء نحن والاستاذ نعمت ما بنحكي بس رئاسي، بنحكي بامور تانية، ولكن هو بالنتيجة مرشح واجتماع الموازنة عملناه عنده واستفدنا من يعني من اكيب وخبرته وبهدول ومن اكيب وخبره بعض الزملاء اللي نحن بما فيهم نحن يعني جمعنا كل ارائنا، بس بتلاحظي لما حكينا مداخلاتنا متناسقه لكن ما كررت بعضها اذا بتنتبهي لنا صحيح يعني ايه، لكن هو نعمت عندي يعني بالبيت بس هذا مش محل ثاني، قال انا مرشح لكن لست المرشح الوحيد يعني كمان هذه نظرة ديمقراطية يعني مش أنا أو لا أحد، مش أنا مش أنا أو لا أو لا أحد، وبالتالي يعني هو شخصية مارونية نايب أخذ حيثية أصوات عنده مواصفات عنده نجاحات بمهنته مسموعيته جيدة ليش يصلح كم يعني أكيد. لكن هذا يعني لكن الطائفة المارونية بنرجع بنقول كمان فيها كتير شخصيات تانية تصلح، فإذا نحن هون بتفرجي ديناميكية الحدث عندنا يعني ايه طبعا اكيد. كمان يعني صار في اخذ ورد على موضوع عدم تلبيه زميلك النائب اسامه سعد اللقاء يلي دعيت له، هل هو رفض انه يكون من ضمن هذا اللقاء؟ لكن الدكتور اسامه صادق مع حاله، الدكتور اسامه هو رافض لامور حدثت مؤخرا على مدى السنوات الاخيره اذا بدك خاصه بعد 17 تشرين، في امور صيدويه بننسق فيها نحن مع بعضنا بشكل دائم، واذا بتلاحظي حتى معظم تصويتنا بالبرلمان قريب من بعضه صحيح، يعني ما بنعطي ثقه للحكومه للموازنه مثلا، ما فتنا ما شرعنا حتى بموضوع قياده الجيش ما فتنا يعني صحيح ما شاركته، لكن وقتها كان وقتها كان سبب عدم المشاركه انه كان مزبوط في مشكله صحيه عند حدا بهمه امره نعم. كان متواجد، لكن هذا لا يمنع حتى لو ما التقى لا يمنع التنسيق معه وهو انه ينسق معنا، وخاصه انه بتعرفي نحن يعني كلقاء او كلقاء تنسيقي بديش حتى ما سمينا نعطيه صفه اللقاء الواحد، كلقاءات تنسيقيه نحن جايين من مسارب مختلفه بالفعل، وفي بعضنا بيرتاح مع الاخر اكثر من الثاني، لكن بلشوا يتعودوا على بعضهم وهيدي شغله مفيده طبعا اكيد. موضوع ثاني غير انه في عندك مرشح رئاسي، في تباين بامور اساسيه بالبلد مثل هلا مثلا ما عم بيصير بالجبهه الجنوبيه، في بهذا اللقاء
نواب بيعتبروا انه لا المفروض في وحده صحه، منهم النائب طبعا نكون عم نحكي هيك بالعموميات، النائب محمد الحوت، النائب عماد الحوت عفوا، لانه هن كمان يعني انخرطوا بهذه الحرب. في وجهه نظر ثاني من ضمن هذا اللقاء بتقول لا بتحمل الحزب انه هذا الربط مع غزه، وبالتالي في تناقض جوهري بامور اساسيه ليك. خليني اقول لك شغله كثير مهمه. هذا كمان جزء من تعدديه او المسارب تبعيتنا. نحن متفقين كلنا انه مع حق الفلسطينيين وقضيتهم. طبعا. متفقين كلنا انه هنالك مصلحه عروبيه ووطنيه وقوميه ولبنانيه بحل المشكله الفلسطينيه. مظبوط ولا لا؟ واعطاء الفلسطينيين حقوقهم. متفقين كلنا على حق لبنان بالدفاع عن نفسه وان يستخدم كل الوسائل المتاحه للدفاع عن نفسه. وبالتالي يعني كما الجيش كما المقاومه هول وسائل متاحه للبنانيين لذلك. هلا نحن جميعنا وبعتقد المقاومه كمان يعني حزب الله جميعنا لا نتمنى ان نذهب الى الحرب الواسعه. أكيد. الحرب الواسعه، لكن هذا لا ينفي انه نحن كمان ما فينا نقول انه العدو الاسرائيلي ليس خطرا وليس غادرا. وبالتالي انه ما بك يعني اذا يعني اذا انت ما تحركشتي فيه مش معناتها انه هو ما رح يتحركش فيك. لا طبعا، لانه خروقات ال 17-01 ولا مره توقفت من جنب الاسرائيلي. ولما بعدين لما بينادونا بال 17-01 وانا قلتها 100 مره ونحن كنا متبنينا تقريبا انه 17-01 هي مسؤوليه العدو الاسرائيلي بقدر هي ما تكون مسؤوليه لبنان. طبعا. والتجاوزات له تاريخيا من وقت ما طلع لهلا عم تقوم فيها العدو من الاسرائيلي. الاسرائيلي اكيد طبعا. أكيد. بموضوع اللقاء يلي عم تعملوه، يعني رح يكون في مثلا موعد معين تقولوا أنه نحن مثلا صار عندنا هذه الكتلة، أو إذا صار جلسة، إذا بكرة تم دعوة لجلسة رئاسية، افترض تم الدعوة، كيف رح تكونوا رايحين بالتصويت؟ يعني لأنه قبل كان في ناس تحط الشعارات، كان في ناس تحط أسماء، وبالتالي يعني كان في تباين بهذا. نحن حولنا قبل الجلسة الانتخابية الماضية نوصل لقاسم مشترك واحد، وحطينا اقتراحات شعار ورقة بيضاء أو مرشح، وناقشناها حتى مع مجموعة أكبر شوي من هاي. البعض اللي كان متحمس على الورقة البيضاء أو على مرشح ثالث انضغط عليه بحكم المزاج، خلينا نسميه تبع اللي خلقوا التقاطع المسيحي المسيحي. صحيح. ويعني راح يعني مشي باتجاهات معينه بالعدول، وهولي مش يعني من هولي بيجوا من مش نائب واحد، من عده نواب يعني. لذلك انتهينا، ناس عم يصوتوا لزياد بارود، ناس حطوا ورقه بيضاء، ناس حطوا لبنان الجديد. صحيح. لكن الروحيه واحده كانت. هلا اليوم الامور عم تتطور اكثر بيناتنا. وبالتالي عندما يدعى الى انتخاب يمكن تروحوا باسم واحد؟ خليني اقول لك، عندما يدعى الى انتخاب الاكيد اللي حنعمله انه حنعمل لقاءات مكثفه فيما بيننا، وحنجرب نكون مؤثرين طبعا، وحنبعث رسائل انه حنكون مؤثرين لحتى اذا سمح ولا سمح الله يعني هو يا ريت بتمنى يعني لو صار اذا سمح للبنانيين بممارسه ديمقراطيتهم سوف نكون نحن مؤثرين. لكن اذا ما سمح على الاقل بكون تعبيرنا اقوى. فاذا نحن باللحظه اللي بيصير فيها دعوه للرئيس ساعتها لقاءاتنا بتتكثف بتزيد بتنسي، ونحن اساسا اخذين قرار يمكن حتى لو مزعين، واحيانا بنحكي بالاعلام مش انه ما بنخفي انه بما انه نحن مساربنا مختلفه معناتها عندنا علاقات مختلفه مع كذا. صحيح. كتله، فان نتحرك باتجاه الكتل الاخرى وأن نضغط عليها لحتى نشدها على النص، بس النص مش النص البلا طعمة، مش النص البلا طعمة، وسط المؤثر. ايه نشدها على النص اللي له طعمة المؤثر، يعني اللي عنده موقف يمشي له مترين ثلاثة يتنازل عن موقفه، واللي متردد يبطل التردد عسى ولعل بالهدول. فإذا هذه الديناميكية هلا عم تصير حتى لو ما عم يعلن عنها. ما تنسي نحن لقاءاتنا مش كلها معلنة، وحواراتنا بين بعضنا مش كلها معلنه. نعم. طيب يعني حضرتك عم تقول انه انتم كمان يعني مجموعه اشخاص كل واحد عنده مسارب معينه وبمطارح معين اخذ خيارات، عندنا قواسم مشتركه، وفي بناء قواسم الدوله استعادتها الدوله القويه لحتى تاخذ وظائفها كلها، كل وظائفها
من الأمنية للعسكرية للإنسانية للاجتماعية للتربوية. طب عظيم. نحن اليوم مين حكم الصحة؟ مع تقديرنا لجهود صديقنا اللي منقدروا عليها الدكتور فراس، حكم المنظمات الدولية واللي بيعطوا مصاري واللي صحيح بيعطوا التربية، شوف شو عم بيصير فيها. صحيح. رغم انه وزيرة كمان شخصيته جيدة ومقوية وكذا، الادارات التانية اليوم اذا بيوقفوا عننا بصندوق امان بتفرط يعني إيه. لذلك نحن نريد ان نسترد الدولة كاملة، ان تكون الدولة كاملة. وبس تكون الدولة كاملة بدائل الدولة بتراجع دورهم ايه. فاذا نحن القاسم المشترك بيناتنا الدولة نعم بناء وهذا القاسم المشترك بيناتنا الخروج من الأزمة بداية بانتخاب رئيس جمهورية، طب لأنه هذه الآلية الوحيدة. طبعا شو بنروح نعمل انقلاب جديد؟ لا طبعا طبعا. هلا حضرتك قلت نحن إذا تكتلنا ضمن فريق واحد ورحنا لعند القوى الأخرى رح تحسب لنا حساب طبعا بكل الملفات، بدءا من انتخاب رئيس وهيدي أهمية أصغر قانون. هيدي أهمية تجميع تجميع الرؤية. ليه ما قدرتوا استملتوا نواب تغيير؟ لانه ما بعرف صوب لي اذا عددكم بيصير 28 اذا عم نحكي عن العدد الاجمالي. نحن كان في حوارات بيننا وبين بعض النواب التغييريين، وفي قسم مننا تغييري اساسا يعني صحيح. الياس وحليمه وغيرنا يعني كنا يعني بش اسمه مع حفظ الالقاب صحيح مع التخزين. نعم. بس نحن كنا عندنا حوارات مع مجموعه اوسع وكنا ماشيين بالورقة البيضاء وكذا، فجأة قرروا يروحوا عند زياد بارود، ما بعرف خطر على بالهم يعني. نعم، لا مش زياد بارود عفوا، خطر عند شو اسمه الوزير، قصدك جهاد أزعور؟ جهاد أزعور عفوا. نعم. فجأة راحوا عند الوزير صحيح. جهاد أزعور مش كلهم يعني في عدد. طب كنا بحوار ماشيين وكذا، وأنا كيف بعرف الحوار؟ بتكون عم تحاور أنت واحد فجأة بطل بيختفي عن السمع. بس مثل لما الوزراء قطعوا جلسة قبل لما بده يجددوا فيها لقائد الجيش، صار في خلاف على المناصب وعلى المجلس العسكري وعلى الأركان وعلى كذا. صحيح. فجأة صار في وزراء برات السمع، اختفوا عن السمع. بس مثل النايب اللي النواب اللي بتحاوروا انتوا اياهم بس يصيروا برات السمع شوي، بتعرفي انه صار في ضغط باتجاه، او هن حسبوها يمكن لقوا وجهة نظرهم أصح من وجهتك يعني أو غيرها. نعم. نعم. هلا سؤال أخير قبل ما أخذ بريك وننتقل لموضوع الجبهة الجنوبية. حضرتك قلت أنه نحن يعني عم نحاول نشكل ضغط ولحتى يكون في يعني ليه فرنجية أو جهاد أزعور كمان مع حفظ الألقاب اثنيناتهم ما اعتبرتوا أنه ممكن يكونوا يعني. لا أنا انتبه دخيلك، ما حدا بقلل مواصفات للوزير فرنجية أو الوزير أزعور. وزير فرنجي زعيم وطني له حسناته وطنيته علاقاته العربية يعني قراءة. بس ما أنا أكون ولا أي من المرشحين، خليني اللي قراءته الواضحة كمان لما يريد، بتعرف من أول الطريق هذا الرئيس كيف بيفكر صحيح بالعدل. هذه حسنة بس ما حدا فينا كامل إلا رب العالمين يعني. لذلك كل واحد الوزير أزعور خبير مالي يعني ما في شك عنده اتصالاته الدولية. الملاحظات كانت عليه شغلتين، زمن حكومة السنيورة الرئيس السنيورة يعني كان في ملاحظات، وأنه هو أحد أصحاب اللي أثر على قراءة الاي ام اف للبنان، وخصوصا بتخاف بتأمل ما أكون عم بظلمه لأنه هو صديق وعزيز كمان، أنه هو مسؤول كمان عن أنه الناقص بحسابات المصارف في الضايع هالمبلغ بده يتحمله المودع وليس الاكزيكيوتيفز اللي هن سرقوا البلد ونهبوها. فاذا يعني كان في عندنا ايجابيات لكل واحد وتحفظات لكل واحد. نعم. بعدين نحن حسينا انه هناك استقطابات اكثر، يعني هي استقطابات لهدف الاستقطاب احيانا اكثر ما لهدف انك تجيبي رئيس. يكون بالفعل يعني كان تقاطع لايصال رساله. رح نكمل معك الحلقه ورح نفتح موضوع الجبهه الجنوبيه، ولكن بعد انه نتوقف مع فاصل ونعود. مشاهدينا بنرحب فيكم عن جديد وعودي لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقه مع ضيفنا، وكمان بنرحب فيه دكتور عبد الرحمن البزري. شكرا للدعوه واهلا وسهلا فيك مره جديده. الجبهه الجنوبيه يلي منذ 8 تشرين يعني غدا طوفان الاقصى بعدها مستمره، ولكن المقلق انه المواجهات الميدانيه عم تتوسع، يعني عم بيصير في استهداف لمؤسسات تجاريه بالامس، في كمان يعني استهداف لمواطنين، عم بيصير في كمان شهداء مدنيين.
بالوقت يلي عم نسمع رسائل من موفدين دوليين بأنه ربما أنه الأمور تنزلق إلى حرب ورسائل إسرائيلية وتهويل وحتى في محاكاه لعملية برية نحكى فيها كمان، برأيك أنه يعني هالرسائل هي يعني خليني أقولها بتعبير أوضح، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قد تلجم رغبة إسرائيل بتوسيع الجبهة أو أنه لا إسرائيل رح تستفيد من الوضع الحالي ومن التسليح ومن كل شيء صار لحتى تنفذ مخططها وهو حرب بلبنان وربما إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني؟ خليني أقول لك بداية نبلش بتحية لأهلنا بفلسطين ومقاومينا بغزة وبالضفة، وتحية لأهلنا بجنوب اللي هن صامدين كمان حقيقة. اللي بدي أقوله أنه ما حدث بغزة نوعي وتاريخي وكبير كتير ما حدا يستقل فيه، وأعاد القضية الفلسطينية من قضية شبه منسية عالميا صحيح على يعني إلى رقم واحد بالعالم كله، تجاوزت أوكرانيا حتى مع خطرة على طبعا أوكرانيا خطرة على ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوروبا، ولكن الثمن كان كتير كان الثمن. فإذا هي يعني هي حطت هذه الملف، وبالتالي اليوم المنطقة كلها عم تغلي صحيح. إيه؟ وانا دائما مين ما بيسالني بحاول يلاقي تفسيرات بقول له كله سبب وجود غياب العداله بفلسطين بالفعل، لانه ارض اغتصبت، شعب ما بده يعطوه حقوقه، ولذلك لنريح راسنا كنا بالاول الحل يكمن هناك صحيح، هذا الحل مشان ما حدا يخلط. اثنين، الوقت علمنا انه الضمانات الدوليه لو من اعتى الدول ما الى قيمه، وين الضمانات الدوليه للضفه الغربيه؟ مش هن ضامنينها؟ صحيح. يروح يوقفوا المستعمرات على الضفه الغربيه، 80,000 صاروا مستوطن بالضفه الغربيه، ويروح يوقفوا، شوفي كم واحد انحبس بالضفه وكم واحد قتل. طب اذا بغزه في حرب بالضفه شوفي صحيح، يعني فاذا مش هيدي كمان ضمانه وكفاله دوليه بال النقطه الثالثه، لبنان شئنا ام ابينا دوله مواجهه، هو حدود فلسطين، يعني الجغرافيا حتى تكون هيك، ولكن هذا الموضوع عامل جدل داخلي. خليني المواجهه مش بالضروره بالقواس، مواجهه بكل شيء. فاذا نحن دوله حدود، دوله طوق بتحب تسميها، دوله الجغرافيا فرضت عليك صحيح. يمكن في دوله ثانيه ممكن تكون متحمسه لفلسطين اكثر مننا بالجزائر، لكن هي منا دوله طوق، نحن دوله طوق. ما يحدث يعني انت اذا جارك، انت ما تاخذي عندك جار حتى لو انت وجارك منيحه، فكيف انت وجارك عدوي؟ واذا سمعتي في قصه بجارك كيف بدها تاثر على بيتك؟ صحيح. لذلك فاذا نحن بعدين في قضايا بيننا وبين العدو الاسرائيلي، بين المحتل الاسرائيلي لفلسطين عالقه بالعدول. ثلاثه، في يعني العدو الاسرائيلي نفذ سلسله من الاعتداءات حتى قبل وجود حزب الله وقبل وجود المقاومه بلبنان. ما تنسي نحن يعني انا جاي من مدينه تحررت بفعل مقاومه صيدا، نحن عاصمة المقاومة وعاصمة جنوب وبوابته، نحن تحررنا بفعل مقاومتنا، مش ما اجى حدا حررنا، لا قرار دولي ولا جيش ولا حدا ولا شيء، نحن تحررنا يعني نحن قتلنا. لذلك فاذا نحن يعني هون هلا بيجي للب الموضوع، كل الحركة الدولية هدفها الأساسي حماية الشمال صحيح فلسطين المحتلة طبعا. لذلك أنا برأيي شمال فلسطين المحتلة هو يجب أن تكون ورقة مفاوضات بإيدنا، ورقة قوة أصدق، ورقة قوة بإيدنا، مش هن محتلين حاطينهم حاطينهم بهولي مستوطنين بعدينهم على البحر الأحمر لهونيك على شط على إيلات وعلى ما بعرف وغيرها. ف حط اثنين، المنطقة كلها بدها تشهد تغيرات جيوسياسية، اللي بيحضر السوق بيبيع وبيشتري. نحن فينا نحضر السوق مرتين، فينا نحضره بتفاهمنا بانتخاب رئيس وبحركة دبلوماسية نشطة. أنا يمكن الرئيس مئاتي في أمور كنت أختلف أنا وياه عليها، بس ما في إن في إنه عمل حركة دبلوماسية طبعا. وزير الخارجية ما في إن في إنه عمل حركة دبلوماسية رغم إمكانياتنا المتواضعة. فإذا نحن يجب أن نكون حاضرين دبلوماسيا، أن نكون حاضرين بالمحافل الدولية، أن نكون حاضرين داخليا، وأن حتى لما أن نناقش موضوع ما يحدث عسكريا على حدودنا الجنوبية مع شمال فلسطين المحتلة، أن نناقشه من باب المصلحة الوطنية مش من باب إنه فريق من فريق هون وفريق هون.
يعني انا في افهم مخاوف الذي لا يريد، وفي افهم اسباب الذي لا يريد، لكن ما في افهم انه نحول المخاوف والاسباب الى صراع. علينا نحول نعم. المخاوف والاسباب بالعكس الى ضمانه. احيانا كثير مش كانوا يقولوا لنا انه انا برضى بس بدك الباقيين يرضوا، صحيح. ايه كمان نحن بدنا نستعمل هاي انه نحن تميزنا وتعدديتنا احيانا فينا يعني فاذا نستثمرها يعني. نستثمرها. لذلك اليوم نحن نامل ان لا يكون هناك حرب. ما يحدث اعمال حربيه او حرب محدوده حقيقيه خسائر كبيره علينا، لكن ايضا كمان عامله ازمه للعدو، وفي ناس عم يدفع حقها، واكثر ناس عم يدفع حقها هن اهل المقاومه، يعني اهل المقاومه وبيئه المقاومه وبيئه المقاومه، لكنها بالهدول، لكنها كمان اليوم انت يعني ما فيك تدلك قاعده مع حدا ما بتعرفي شو بده يعمل بعد شهر وبعد شهرين وبعد سنه وبعد سنتين. يعني احيانا الاستقرار له اثمان، فخلينا نحن نحصن حالنا. يعني اليوم كنا جاهزين لاي تسويه، نكون جاهزين لكل شيء، لمواجهه ولا تسويه، لانه نحن قرار مواجهه مش بس عندنا، عند العدو. طب اليوم كنا نحن بنعرف، خليني اقول لك شغله صغيره، معلش اسمحي لي فيها. تفضل. زمان اوقات تفضل. ما حدث في اسرائيل عند العدو الاسرائيلي كثير كبير، لدرجه انه هز اساس وجود الكيان بنيانه. لانه هذا الكيان كيف بني بعقليتين، العقليه الغربيه التي الاستعماريه الامبرياليه التي تريد ان تهيمن على المنطقه، والقوة. ولذلك اخترعت ما يسمى هذا الكيان وازدرعته. واذا بتقرا قراءات نابليون بونابارت وقراءات الوزراء الخارجيه البريطانيين قبل بونابارت وصولا لاحد وزراء رؤساء الوزراء، كلهم قالوا ضروري ان يكون لنا قدم هذا الكيان في هذه المنطقه. اثنين، بنيت تحت معادلة أنه يا يهود العالم الذين أنتم نكل بكم وسبيتوا وحرقتوا وما بعرف شو، وكل هدول الأحداث وبعدوها مرة 13 مرة بيصلوا 130 مرة بيطلعوا 1000 حدث مرة، ما أنه ما في دولة فاتوا إلا سبيوا منا وظهروا منا، وهذا بفرج أنه هني المشكلة مش حدا تاني. لقينا لكم الدولة التي هي المثلى، هي الأرض الموعودة بالتوراتكم اللي هي فلسطين، تقعدوا انتوا محميين، انتوا هون انتوا المتميزين الاقوياء، انتوا فوق هالشعوب هيدي كلها اللي هون، وهذا اللي هون، وانتوا مرتاحين وارض الامن. طب اجوا الشعب الفلسطيني بعد 75 سنه من النكسه وبعد 75 سنه من الحصار بغزه اللي ما إلها متنفس، ما إلها مطار، ما إلها مدخلها البري، بفوت بالعدد بالنقطه، فجاه قدرت تعمل هجوم، يمكن لو بعد شوي عارفه حيوصل لهم كانت فتح حيفا. صحيح. فاهتز الكيان كله، اكيد غيرت المعادله طبعا. هذا الكيان الاسس اللي بني عليها، ما نفكر نتنياهو غير نتنياهو، نتنياهو جزء سيء مثلهم كلهم سيئين، اسس غير متينه، لانه اصلا قايمت على اغتصاب الارض. عظيم. لذلك كيف بدك ترجع تمتني له اسسه؟ بدك تعطيه شيء، بده يرجع يقول له للناس يا خي ما تهربوا، نحن بلبنان في ناس معنا جنسيتين صمدوا، في ناس راحوا. اللي جايين المحتلين الاسرائيليين تقريبا 90% معهم جنسيتين اذا مش 100%. صحيح. لانه كلهم جايين بسميهم جلب نحن يعني. صحيح. على يعني بينت وقتها صارت عمليه طوفان الاقصى كيف كلهم ركضوا صوب المطار لحتى يفلوا. لذلك الاسرائيلي واللي دعمه الامريكاني والغربي عم يفتش له على انتصار، عم يفتش له على هدول. يمكن احد التسويات اللي فيه يرجع فيها انه امنت لكم امان شمال فلسطين المحتله. طب نحن ليش بدنا نامن له امانه بدون ما نكون ناخذ حقوقنا؟ ياخذين ثمن يعني. نأمن له أمين مش مطلوب انه نحن نفوت عليه ونعمل حرب ونوصل على تل ابيب، يا ريت فينا نعملها يعني، انا بتمنى يعني، بس مش مطلوب. المطلوب انه نحن كمان يعني ان نضبط ما يحتاج الى ضبط، ولكن ان نحفظ عناصر القوه، ان نوحد حالنا. طب بدي اسالك سؤال، مش الحكومه عملت خطه طوارئ؟ صحيح. طلع بكل هالموازنة مش لاحظين فرق قرش لخطة الطوارئ بالفعل وين يعني. فإذا نحن خلينا هذا بدل على أنه نحن ما بنتحمل تبعات الحالة، ما بنتحمل إيه، بس ما بنتحمل التبعات، كمان ما بنتحمل المسؤولية. علينا نحن عم نتحمل التبعات، نتحمل المسؤولية الداخلية ونحسن الوضع. نعم. يعني في اجتماع بباريس بالأمس صار لحتى توصل لهدنة بين شهرين والأربعة أشهر، وكأنه في انطباع أنه إسرائيل رغم كل الجبروت ورغم كل الدعم العسكري الأمريكي
ما قدرت حققت اي من الاهداف المعلنه يلي هي اعلنتها، ان كان اعاده المحتجزين او ان كان قضاء على حماس، مثل كانه عم بيصير في دوليا نوع من يعني هيك حفظ ماء الوجه لها، وانه بنتوصل لهدنه طويله وبالتالي بيصير فيها اطلاق للأسرة وبيصير فيها، يعني هيدا الشيء برايك ممكن انه يشكل مدخل لانهاء هالحرب؟ لكن اشياء من خمس بوابات. اول احدي لما صارت عمليه طوفان الاقصى، بدي استعمل مصطلح المجيدي، رئيس وزراء العدو الاسرائيلي شو قال؟ بدنا نعمل حرب، بدنا نعمل شغلتين، نحرر الرهائن ونقضي على حماس. صحيح، واضح جدا انه ما حقق ولا وحده من الاثنين بالفعل. بعد قد ايه 3-4 أشهر حصلنا بالحرب؟ طبعا قطعنا. طيب فاذا بده مخرج بوحده، بده مخرج بوحده اكيد، ما اللي بيعمله بده يخليه مهدي. احد المخارج ممكن تكون الرهائن. اثنين، الحرب عم تتوسع بالمنطقة، يمكن حساباتها منا غزة، بس غزة السبب المعلن ما يحدث في البحر الأحمر. بالبحر الأحمر، ما حدث بالأمس على حدود الأردنية السورية. صحيح. ما يحدث في العراق، ما يحدث في سوريا. هولي أحد أسبابهم أو المعلن على الأقل غزة. طب كمان اللي داعم للعدو الإسرائيلي الأمريكاني مربك. أكيد. وإذا بتقري ما يكتب في الولايات المتحدة إنه صحيح. الإدارة الأمريكية ما فيها تدير 10 حروب وعشر أزمات، مش بس ما يكتب، كمان في تحرك للشارع يعني، كمان للشارع. شفنا وتحرك غير مسبوق، وفي عدد كتير كبير من اليهود من ضمن هذه التظاهرات. فإذا كمان هو اللي بدهم يلاقوا مبرر لتوقف، يعني اللي بلش هونيك بده يوقف واللي بلش هون بده يوقف. السبب الثالث حكوا بالأنفاق، انه الحد الادنى لدبر الافراد. امبارح مش ما حدا ثاني، نيويورك تايمز قالت من المتاكد انه 70% من الانفاق لم تدمر. صحيح، مش انا عم بقول يعني، ولا حماس عم بتقول، نيويورك تايمز. رابعا، انت بدك تقضي على ما يسمى، بدك تدجنش، بدك تخلي الشعب الفلسطيني يرجع للتسويه. الشعب الفلسطيني صار كله مع حماس هلا بمبدا المواجهه. اكيد مظبوط ولا لا؟ عكس ما هن كانوا مفكرين. عكس ما هن كانوا مفكرين. صحيح. خامسا، بهدول الدول العربية صحيح موقفها منه طحيش، يعني بمعنى منه هيك يعني بهدول مثل ما كان يصير مثلا، لكن موقفها عقلاني ومؤثر. مع الوقت في شروط عم بتحطها وبتشتغل عليها. طب اليوم امبارح محكمة العدل الدولية امبارح قالت لها لإسرائيل 1-2-3 يمكن ما وصلت لحد وقف اطلاقنا، ولكن كانت بداية، لأنه بتعرف حالها هي قبل مرة حاكمة بحق، يعني في ناس اللبنانية ما بيعرفوها، في قرار بحاقة المبكى بمنع بناء الجدار على المسجد الأقصى، وراحوا على مجلس الامن وعم تحطوا فيتو الامريكان. صحيح. في قرار بمستوطنات كمان راحوا على المدن حطوا فيتو الامريكان. لذلك هن وصلوا لدون حد الروحه على مجلس الامن لينفذ، لانه هن ما فيهم ينفذوا. اكيد. لكن اخذوا قرار نحن كنا بنتامل يكون 100%، هو 70%، ولكن كان بدايه 70%، وهذا قد يسمح المجال بكره للبنان يروح على المحكمه يشكيله على الاراضي قاضي اسرائيل. نعم. والى اخره. فاذا اليوم حتى المؤسسات الدوليه، يعني ليكي شو هاللوائحه الغربيه صارت مربكه المؤسسات الدوليه قدام الاجرام الاسرائيلي. بعدين ليكي كيف عم يلاقوا شغله كثير وقحه، انه عندك انت 120 الف موظف انروا، 12 منهم شاركوا بتحرير ارضهم، عاقبوا 120 ألف وعاقبوا مليونين فلسطيني، وقفوا التمويل بالهدول. لذلك أنا برأيي أنه ممكن كتير هالصمود الفلسطيني وصل لأنه يصير فيه تسوية، ممكن كتير أنه يوصلوا إلى تسوية للرهائن. عظيم. قد تعطي نوعا من وقف الأعمال العسكرية أو إطلاق نار أو كذا. بعدين تاني شيء بدك تذكري، حماس لا تستطيع أن تفاوض، لانه حماس تفاوض بالوكاله طبعا، لانه حماس بعقيدتها ما في شيء اسمه اسرائيل، يعني لذلك هي تقبل المفاوضه بالوكاله غير لكن المباشرة. بالاخر سؤال، من يفاوض بحماس؟ اللي قاعد بقطر ولا اللي قاعد بغزه؟ يعني في اليه وكذا. توقعاتي وقراراتي وتمنياتي انه يوصلوا لصيغه يخففوا شوي من معاناه اهلنا الفلسطينيين، مع تثبيت انه هون الخطر المطلوب مننا جميعا كعرب
وكفلسطينيين وكلبنانيين حتى نحن، انه مش دائما الانتصار العسكري ينتهي بانتصار سياسي. علينا ان نعمل منذ الان على تحسين، وانا بعرف انه اخواننا الفلسطينيين عم يعملوا وبعرف انه عم يجتمعوا على تحسين الوحده الداخليه لالنا وللفلسطينيين لحتى وما نتخانق، بالعكس نتقارب من العرب اكثر، مقدمه لما يسمى تحصيل سياسي لما حدث عسكريا. طبعا نحن يعني خلص وقتنا، بس بدي استفيد من وجود حضرتك طبيب متخصص بالامراض المعدية. في انفلونزا بالبلد، ما عم نعرف يعني اذا كانت هي كورونا او لا، بتعرف هلا ما بقى حدا بيروح بيعمل بي سي ار، ولكن في كثير حالات. هل في نوع جديد من الانفلونزا، واي مرحله لازم الشخص يتوجه لعنده؟ ليك لحلك سريعا، نحن صرنا 3-4 سنين من 2019 20 21 22، وحتى لحدود قسم من 23 كنا بنحط ماسكات، صحيح، ما بنروح على اجتماعات، ما بنروح على المدرسه، بنلتقي على الزوم، مجلس النواب كان يجتمع بالاونسكو بعد عن بعضه. هذه اول صيفيه كامله، اول شتويه كامله بتيجي بدون اجراءات، بدون ماسكات، بدون شيء. لذلك الفيروسات الموسمية الشتوية اللي هي انكبست وانضغطت لأنه نحن كنا عاملين وقاية للكورونا وعملنا لها وقاية لها، رجعت تتبين مرة تانية بقوة على رأس الإنفلونزا وعلى رأس الفيروس التنفس المخلوي اللي هو الار اس في اللي بصيب الأولاد الصغار. وعلى رأس الإنفلونزا عندنا إنفلونزا اسمها H1N1، هي نوع من الإنفلونزا الموسمية، هي نوعين A ونوعين B. هلا في عنا نوع اي غالب عنا غيره H1N1، وبيجي اقل شوي او H3N2، وعنا انواع بي هلا بتبين بعد شهر شباط ترجع بتبين. هذه كلها فيروسات موسميه طبيعيه تبين، طبيعية، بس هلا حسينا فيها بقوه لانه كنا مش حاسين فيها، كنا محطين كماماتنا. بس بعد عم يشكي انه في كمان اوجاع عضل او ما هي الانفلونزا بتعمل هيك، تعمل هيك. والانفلونزا نحن نسينيها لانه شغل بالنا بالكوفيد بالكورونا. صحيح. الانفلونزا فيروس خطير، بسقط على الرواية وبيعمل التهاب رواية وكذا. شغله ثانيه، الكوفيد لانه تعود علينا وحبنا، قرر يتحول فيروس انساني، لذلك كل فتره بيعمل متحور جديد ليدلوا معنا. عندنا الJN1 اللي هو المتحور الجديد اللي موجود هلا، هدول هذا متحور يستطيع ان ينتقل بسرعه بين الناس حتى اللي عندهم مناعه، لكن عنده ميزه ان شاء الله يدلوا محافظ عليها وهو مصلحته يحافظ عليها، انه التهاباته معتدله الشده وخفيفة وليست شديدة. طيب هون لازم يعني الشخص إذا ما راح لعند دكتور يروح يجيب أنتيبيوتيك أو ما بيسمع ياخذ أنتيبيوتيك؟ الأنتيبيوتيك بصيرنا حساسيتنا لأنه الفيروسات ما بدها أنتيبيوتيك، ما لازم يروح دغري راسه على الصيدلية يشتري أنتيبيوتيك. ونحن بنشوفها كل يوم. أنا برأيي يسأل حكيمه، ومنقول لزملائنا الأطباء معلش يردوا على التليفون، يساعدوا المريض شوي، واللي بحاجة ليجي على العيادة أو على الطوارئ أو على المستشفى بنجيبه. نعم. واللي فينا ننصحه على التليفون بننصحه. ونحن كمان كناس يعني كمواطنين عندنا مسؤولية. طب 100 مرة بتعرفي حالك مريضة، بتظهري بتروحي بتعملي قعدة بيقولوا زيارة أو شغلة وبننشر بين هدول. فإذا نحن إذا بنعرف حالنا مرضى نجرب ما نختلط، واذا بنعرف في حدا مريض ما نروح لعنده، لانه اليوم على التليفون فيك تعملي كل شيء، وعلى الواتساب وعلى كمان بيطبق على طلاب المدارس، لانه كمان في امات اذا ابني مريض ببعته على المدرسه بكون عدا الصف كله، بكون عم بتذاكر عليهم شوي وبخبرهم هذول. لذلك بدنا نحن يكون عندنا شويه بروتوكول خاص فينا ومسؤوليه، وبده يكون عندنا هذول. بس اللي بدي اقول من خلالكم انه وزاره الصحه لحد معين جيد عم بتتابع الموجه. والشيء الثاني الاهم بدنا نختم فيها، انه ما في لزوم لا نهلع ولا نخاف ولا ناخذ اجراءات على المستوى الوطني، نسكر مدرسه ونفتح مدرسه ونلغي احتفال وغيره. نعم، شكرا لك، شكرا لحضورك وكل هذه المقاربه دكتور عبد الرحمن البزري سعاده النائب. شكرا، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا شكرا للمتابعه والى اللقاء.